أشاد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بمخرجات القمة العربية 33 التي استضافتها مملكة البحرين. وأكد العسومي أن قمة البحرين خرجت بمواقف عربية قوية لدعم ومساندة القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني، واصفا إياها بالقمة الاستثنائية في أهميتها وتوقيتها كونها مثلت تدشينا لمرحلة مهمة وجديدة من مسيرة العمل العربي المشترك.